صحيح في ناس في معلش لازم نقولها عشان نكون عارفين في ناس عايشه في الماضي يعني كانهم عايشين في ماضي قرون ورا تحس ان هو بيتعامل مع مصر لا بمنطق التكنولوجيا ولا بمنطق الجديه ولا بمنطق الالتزام ده اللي شفناه في ناس بتموت ربنا يرحمهم بس في نفس الوقت في ناس بتحلق في افاق المستقبل يقول لك انا عايز اعمل هنا دبي تانية عايز اعمل جبل علي جديد عايز ما اللي عدي عليا ما يبقاش كانه معدي في شارع وخلاص لا هنا في مكان لبناء سفن وتكنولوجيا واي تي فيلاقي نفسه امام بلد دوله تانية اسمها دوله قناه السويس طبعا دوله جوه مصر يعني مش اقصد دوله تانية بس دوله متكاملة الأركان ليها إدارتها وليها فيعني إن شاء الله خير وأنا عارف سيادة اللواء أسف سيادة الفريق مانيش لما نحط دماغه في حاجة إن شاء الله تنجز على خير.